سلام عبد الكريم، عضو شبكة شام. سلام، أهلا بك معنا. صحت الأنباء التي تحدثت عن سيطرة قوات النظام على معظم المناطق التي استولت عليها المعارضة خلال الأسبوعين الأخيرين بحسب ما نقل عن وكالة سانا. نعم أخي كريم، منذ 3 أيام اشتباكات عنيفة جدا على معظم المحاور ومعظم القرى التي حررت من قبل كتائب جيش الحرية والكتائب الأخرى العاملة على الأرض. هذه المعارك كانت شرسة وزادت شراستها وقوتها في اليومين الأخيرين. البارحة وللأسف استطاع جيش النظام السيطرة على إعادة السيطرة على بعض المناطق، ولكن لا صحة للكلام الذي قال بأن جيش النظام استعاد كل المناطق. لا حتى الآن مع عنيفة جدا تجري في معظم المناطق التي لم يستطع السيطرة عليها، ومعارك كر وفر تجري في هذه القرى وهذه المناطق. وحتى الآن كتائب الجيش الحر والكتائب الأخرى الممثلة بجبهة النصرة وكتائب صقور العز ودولة الإسلام في العراق والشام تسطر أروع البطولات وأروع الملاحم في التصدي لعصابات الأسد، ولكن أريد أن أذكر أن هناك نقص حاد جدا بالذخيرة، وهناك نعم نداءات استغاثة من هذه الكتاب على جبهات القتال وعلى نقاط التماس، وخاصة على الخطوط الأولى. وهناك نداءات توجه اتهامات خاصة لجبهة الأركان وبعض الكتائب الموجودة والتي لها أجندات خارجية، وخاصة جبهة الأركان ولواء سليم إدريس. والسؤال المطروح الآن، لماذا أتى سليم إدريس إلى جبهة الساحل ولم يدعم هذه الجبهة لم يدعم هذه جبهة بالأسلحة والذخائر؟ الآن الكتائب على معظم المحاور تشتكي من نقص الذخيرة، وما اقتحام الجيش البارحة والسيطرة عليه إلا لا بسبب نقص هذه الذخيرة ونقص هذا السلاح. أريد أن أنوه أن إلى الحالة الإنسانية في المشافي الميدانية وفي مصير سلمى بشكل خاص. هناك نداءات استغاثة تطلق من هذه المشافي بنقص حاد في مواد التعقيم ومواد الجراحة وأيضا مواد وقف النزيف، بالإضافة إلى سيارة الإسعاف المهمة لنقل المصابين والجرحى من مناطق الاشتباكات. النظام يكثف بجميع أنواع الأسلحة من رجمات صواريخ ومدافع الفوز ديكي الموجودة في جميع المراصد والمناطق المستولي عليها، بالإضافة أيضا إلى سلاح الجو الممثل بطائرات الميج والسوخوي التي لا تتوانى عن قصف مواقع الاشتباكات من جهة مقاتلي الجيش الحر، بالإضافة أيضا إلى قرى جبل الأكراد وأيضا قرى جبل التركمان، والذي حدث منذ يومين مجزرة مروعة في قرية الدام الفاصلة بين ريف اللاذقية وريف إدلب والتي ارتقى خلالها أكثر من 9 شهداء وعشرات الجرحى. الوضع نعم. بشكل عام أن هناك معارك كر وفر ووضع إنساني مزري حتى الآن. سلام، يعني هل لا تزال طائرات النظام تحلق فوق عدة مناطق في ريف اللاذقية، المناطق المسيطر عليها من قبل الجيش الحر؟ الطيران الحربي لا يكاد يفارق سماء ريف اللاذقية بجميع مناطقه، قرى جبل الأكراد، قرى جبل التركمان، مواقع اشتباكات، ولكن من طرف الجيش الحر. الطيران الحربي جن جنونه بكل ما تعني الكلمة، يعني أكثر من 10 غارات في الساعة الواحدة وعشر غارات من الطيران الحربي وشيء كثير، بالإضافة أيضا إلى القصف من قبل المراصد المحيطة بالمناطق المحررة وتسجيل ما لا يقل عن 40 قذيفة في الدقيقة الواحدة. الوضع الإنساني مزري جدا في هذه المناطق والقصف لا يتوقف. أيضا أريد أن أذكر أن هناك مشاركة لعناصر حزب الله الإرهابي اللبناني وأيضا عناصر حزب العمال الكردستاني البيكيكي وأيضا علويي تركيا المشاركين في الولاية للنظام والمشاركين في قتال الشعب السوري. شكرا جزيلا لك، سلام عبد الكريم، عضو شبكة شام، كنت معنا من اللاذقية وإلى